لا ايوه مش هتختار تريزيجيه؟ اكتبه انت عايز تكتبه اكتبه. لا بجد يعني ايوه طب ليه؟ طب سؤال، واحد بيلعب في استون فيلا يلا يكون بيلعب في الجنون الظاهر. ايوه انت مش مقتنع بيه؟ انا كورته ما بتعجبنيش اللي هي الكره الخماسيه اللي هو ايه 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 ما بيروحش على الجون يا راجل. ده انت بطل إيه إيه دي خلتنا نوصل كاس العالم. ايه 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 ده ربنا ده ربنا عملها فين؟ عملها في غانا وجاب ضربة جزاء وعملها في كونغو وجاب ضربة جزاء. هو مين جاب لك ضربتين الجزاء؟ يا حبيب قال ده ربنا ثم لا اله الا الله. ماشي احنا ونعم بالله. مين جاب لك ضربة الجزاء في غانا؟ ربنا. مين جاب لك ضربة الجزاء في كونغو؟ ربنا. يعني معقولة أنت مش مقتنع بلعيب زي تريزيجيه؟ كورته ما بتعجبنيش. غير مفيد؟ انا كورته ما بت ايوه ده ما يفيدش منتخب انا كورته ما بتعجبنيش اللي واخد أيوة المكان. مش كل الناس كورتهم تعجبك يا كابتن. خلاص مش انت بتسالني؟ ايوه مش كل انت مالك بقى اول اللي كل الناس كورتهم خلاص بتعجبك. نزل انت القايمه. لا انا مالي انا مالي انا بسالك انا بس يعني بيبقى في حد مهم حتى لو ما بيعجبكش كورته بس مؤثر. هو عشان صاحبك انت على والله. فكره اخوه لعب معايا. طيب ما انا انت قلت لي قبل كده. طيب بس انا بس يعني انا كورته ما بتعجبنيش. كورته انا بالنسبه لي بتنرفزني بتعكر دمي. عامل لك ايه؟ ما بيعجبكش طارق حامد ما بيعجبكش. طب ما انا واخد طارق حامد ايه انا طيب انا اروح منك فين انا ولا اروح من راجل سيب الحلقه وامشي. اروح من الراجل ده فين يعني لما تريزيجيه مش عاجبه وطارق حامد مش عاجبه يا عم انت مش انا اللي مختار. بس انت اخترت طارق حامد. ايوه مختاره عشان الفتره دي ماشي كويس. تمام. وهيسمع كلامي واقول له العب لقدام. هيسمع الكلام زي امبارح كده اما بقى يلعب السهل الممتنع عشان عارف ان الماتش تقيل وعارف ان الفرقه صعبه والكلام ده. ايوه الماتش اللي هو بتاع يوم الجمعه اللي فات ده. تمام. طيب عايز الجمعه على السبت. ده الاهلي السبت. انت كل الايام كلها ضربت لا ما انا ما اعرفش. طيب. انا ما اعرفش النهارده يعني انت ما اخترتش تريزيجيه في قائمه المنتخب القادم. يعني تعال اتعلقوا لي المشاني يعني ولا خالص والله. طب امال ايه مش ده رايي؟ انا مالي إيه؟ هو انت دلوقتي هتجبر انا ما باكلش الكوسه. هتاكلهاني؟ لا طيب خلاص مش هتاكلني حاجه غصب عني. انا بس قلت بس الكوسه مفيده ده للعيانين فيتامينات العيانين. طيب والله بشوفها بيجي لي هبوط. الايه؟ بشوفها بيجي لي هبوط. طيب منتخب مصر هيوصل لفين؟ ان شاء الله هيوصل. هيوصل لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله وكاس العالم. وهنوصل كاس العالم. يعني متفائل مع الكابتن حسام البدري؟ ايوه دلوقتي اللعيبه اطمن بعد الاداء اللي انت شفته ده الاسبوعين اللي فاتوا دول. تحس ان احنا فوقنا في افريقيا فوق. رجعنا 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 في تاني في اهلي في زمالك في ثقه في ثقه. بس اللعيبه واقفه على رجليها. يلا بتتعادل معاها. انا قلت لك في الاسابيع اللي فاتت والترجي بالله عليك. لا. بالله عليك اول واحد قال لك مين اللي حصل فانا بقول لك وقلت لك كمان الاهلي والزمالك لو حطوا في دماغهم هيهدفوا هناك هيهدفوا هناك. هي المشكله كلها في ايه؟ ان احنا زي ما ايه ما انت منك كنت بعيد فعمال تقول ايه لا ده صن داونز دي عاليه ده الترجي اعلى عشان مننا. عشان احنا كنا وحشين بالظبط. عشان احنا ما كناش كويسين. شوف انت هقول لك على حاجه. في ماتش الزمالك لعب 15% من هم ثلاثه اللي بيلعبوا وهم اللي وقفوا قدام الترجي. لا وعندنا اكتر من كده بكتير. انا بقول لك ده احنا لعبنا يعني 15% كان والزمالك كان يكسب. انت عارف لو انت لو لعبت 40% ولا 50% وربنا تكسب هناك 2 و3 وتعمل احلى كوره. مين يكسب بقى من الفرقتين فنيا؟ اهلي ولا الزمالك؟ فين؟ لو قابلوا بعض. لا ما خلاص بقى ما انا قلت لك الماتشات دي ملهاش. فاكر لما انت قعدت برضه تقول لي معاك بس دلوقتي ما انت عندك اهو الفنيات شفت ان الموضوع انت عارف إكوال. انت عارف جمهور الاهلي مصدوم ليه؟ عشان كان متوقع زي الزمالك في اول الموسم لما كان متوقع ان هيكسب الاهلي 4. طيب يعني دلوقتي جمهور الاهلي يعمل 1000 حساب للزمالك؟ الاثنين لازم يعملوا حساب لبعض. ملهاش كبير. بص الماتشات دي ملهاش كبير. اسمع اللي بقول لك انا لعبت هنا ولعبت هنا والله العظيم كنا بنبقى فايقين قوي ونخسر. كنا بنبقى وحشين قوي ونازلين مرعوبين ونكسب. سواء يعني هنا او هنا مباراه ممكن خارج التوقعات خالص. خالص بجد. يعني مهما كان المنافس وحش. شرفتنا يا كابتن رضا حبيبي. عايز اقول حاجه؟ عايز اقول بس ان انت يعني بتوقعني في المطبات وتيجي تقول لي خالص والله خالص. انت كلامك الناس بتحب كلامك. انت بتتكلم بعفويه فالناس عارفه ان كلامك ده طالع من القلب. ما انت بتطلعه بطريقه استفزازيه. لا خالص 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 ايه من القلب يا خواجه سروق. حبيبي يا كابتن رضا شرفتنا يا كابتن رضا.